الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم مع حلقه جديده من حلقات برنامجكم عطاء الرحمن. مع حضراتكم دكتور حسام عبد الرحمن، استشاري امراض النساء والتوليد والحقن المجهري ومناظير البطن والرحم. باذن الله الحلقه النهارده هنكمل فيها رسائل اس ام اس اللي ما لحقناش نرد عليها في الحلقه اللي فاتت. احب انوه على حضراتكم ان الحلقه مباشر، يسعدنا استقبال اتصالاتكم على الارقام اللي هتظهر تباعا على الشاشه، وفي اي موضوع خاص بامراض النساء والتوليد. الحلقه اللي فاتت يمكن كان في سؤال من ضمن الاسئله كان بيتكلم عن موضوع ان المايه القليله والاشعه التلفزيونيه رباعيه الابعاد، وجالي اتصالات كتيره جدا وجالي رسائل كتيره قوي بيستفسروا عن حاجه اسمها الاشعه خماسيه الابعاد. يا دكتور في حاجه اسمها دلوقتي اشعه خماسيه الابعاد؟ ناس بيستفسروا هي ايه، هي الاشعه رباعيه الابعاد، ايه هي الاشعه ثلاثيه الابعاد. يمكن زي ما قلنا قبل كده ان الاشعه ثلاثيه الابعاد ورباعيه الابعاد والجديد بقى خماسيه الابعاد، دي تقنيات حديثه بتساعد دكتور السونار او دكتور النساء في انه يوصل لتشخيص جيد وتشخيص للتشوهات اللي ممكن تبقى موجوده في الجنين، بان هي بتخلي صورتها افضل واوضح. لكن زي ما قلنا برضو قبل كده في الاساس، في الاساس اكتر من 90% او يمكن 95% من التشخيص الاساسي للتشوهات اللي موجوده في الجنين بتبقى عن طريق الاشعه ثنائيه الابعاد، الابيض والاسود بتاعنا بتاع زمان الحلو اللذيذ ده. الاشعه العاديه خالص اللي هي زي صوره التلفزيون كده، صوره التلفزيون العادي اللي بيجيب الصوره ثنائيه الابعاد وليست مجسمه. لان هذه التشوهات بتحتاج بس الدكتور يبقى خبير في اكتشاف هذه التشوهات، مش الجهاز هو يبقى كويس. يعني عربيه جيب 4x4 اعلى فئه وما بيسوقش، اللي واقف او اللي راكب فيها ما بيسوقش، مش هيعرف يجيب بيها اي حاجه. لا، ومش هتوديه المشوار بتاعه لانه ما بيسوقش. ممكن عربيه فيات عادي خالص، واحد بيسوق كويس وكده هيروح المشوار اللي هو عايزه عادي، ممكن يروح لغايه اسكندريه، يروح اسوان، يروح اي حاجه طالما العربيه شغاله. بس هو الفكره في ايه؟ الاوبريتور او الدكتور اللي ماسك المجس بتاع السونار اللي بيعمل السونار ده. دي نقطه. النقطه الثانيه، السونار زي ما قلنا ان السونار ثنائي الابعاد العادي خالص ده بنطلع بيه المشاكل والتشوهات اللي موجوده في الجنين. بس يكون السونار ثنائي الابعاد ذو جوده عاليه، لان السونارات برضو ثنائيه الابعاد مختلفه في الجوده بتاعتها. فالسونار ثنائي الابعاد اللي جودته عاليه غالبا اللي بيبقى موجود في السونار اللي موجود في الاوبشن بتاع ال 3 دي وال 4 دي. استخدامنا للسونار الثنائي الابعاد هو الاساس. الصوره اللي بتطلع من السونار ثنائي الابعاد هي اللي بعد كده بتدينا الابعاد الثانيه للصوره الثلاثيه الابعاد والصوره رباعيه الابعاد والصوره الخماسيه الابعاد. هوضح لكم الفرق ما بينهم بعد الاتصال ان شاء الله. مدام اسماء. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا دكتور. ايوه اتفضلي يا مدام اسماء. لو سمحت يا دكتور، انا حامل في الشهر التاسع. تمام. وكان في من اول الشهر السابع الدكتور قال لي ان البنت مقلوبه. في اول الشهر السابع، اوكي. وبعدين وقال لي هتولدي قيصري، فدلوقتي انا رحت له. قال لي ده البنت اتعدلت. كويس خالص. بقت راسها تحت، بس برضه هتولدي قيصري. عشان؟ بيقول لي الميه حواليها حلو ونبضها حلو بس هتولدي قيصري. طب اقول له يا دكتور اصل انا اخر الشهر بيقول لي هتولدي قيصري. طيب قال لك يعني الدكتور وانت بتقولي له انا هولد قيصري ليه يا دكتور؟ ما بيدلكيش الاسباب؟ ما بيقولكيش ايه اسباب القيصريه؟ لا، بيقول لي عشان اريحك. طب قولي له انا مش عايز ارتاح، انا عايز اولد طبيعي، في مشكله؟ انت والده قبل كده؟ والده قبل كده يا اسماء؟ والده قبل كده؟ لا، دي اول مره. اول ولاده ليك. لكن ولادة. متجوزه بقالك قد ايه؟ سنة. طيب سنة وشهرين. طيب هرد عليكي بعد الفاصل ان شاء الله، اسمعيني بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مرة تانية. مدام اسماء قبل الفاصل كانت بتسأل عن
الدكتور قال لها ان الولاده قيصريه بس هي مش عارفه السبب، او الدكتور مش عايز يقول لها السبب ايه ويقول لها عشان اريحك. طبعا مش من دواعي القيصريه اني ان احنا نريح الزبون، يعني نريح المريضه، لا دي مش من دواعي القيصريه. لكن هي يعني قالت كام معلومه كده لذيذه قوي برضو نحب ننوه عليها. الدكتور قال لها وهي في الشهر السابع البيبي جاي مقلوب، في ناس بيجوا مذعورين وهم في الشهر السابع في السادس في الثامن، يا دكتور انا العيل جاي بالعرض وانا دي مشكله والعيل جاي مقلوب، طب اثناء ما بنعمل السونار هو وضع البيبي ايه دلوقتي يا دكتور؟ وضعه كويس ولا وضعه مش كويس؟ البيبي قبل الشهر التاسع ممكن ياخد اي وضع، يعني ممكن وانا بعمل السونار البيبي يبقى ظهره هو اللي جاي في المقدمه والراس مرفوعه فوق مقلوب يعني، وبعد 5 دقايق بالظبط يقوم لافف وعادل نفسه، وبعد 5 دقايق تاني يقوم جاي بالعرض. فما فيش تعليق على وضعيه البيبي قبل الشهر التاسع. البيبي قبل الشهر التاسع بيبقى حجمه معقول، الميه اللي حواليه نسبتها كويسه، الاوضه اللي قاعد فيها الرحم بتاعه بيبقى رحم الام بيبقى مديله مساحه كويسه ان هو يبدا يتحرك ويلف ويجي يمين وشمال. لما يبدا حجم البيبي يكبر الميه اللي حواليه تبدا تقل نسبيا، المساحه بتاعت الغرفه اللي هو فيها الرحم بتاع الام يعتبر بيقل نسبيا لان هو حجمه بيكبر. فلما بيبقى في الشهر التاسع في مرحله معينه خلاص ما بيقدرش يغير وضعيته، او بصعوبه قوي انه يغير الوضع بتاعه، خصوصا في الست البكريه اللي هي اول حمل ليها. راسه تحت خلاص راسه تبقى تحت، يجي يحاول يلف كده او كده لا الجدران بتوع الرحم بتبدا تمنعه عشان حجمه كبير، فبيثبت الوضع بتاعه. يعني نقدر نقول للست في الشهر التاسع البيبي فعلا جاي راسه دي حاجه كويسه، لا البيبي جاي بالعرض، لا البيبي جاي بالمقعده. في الشهر الثامن السابع السادس وهكذا لا ما اقدرش اتكلم واقول ان الوضع ده خطا وان هو يحتاج عمليه قيصريه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان لازم عشان اعمل قيصريه لازم يكون ليها دواعي معروفه، دواعي طبيه معروفه، والدواعي دي لازم اشرحها للأم اللي هتولد، لازم افهمها انا هولدي قيصري ليه، يعني مش عشان اريحك. طب ممكن يكون هو عشان يريحها عشان هي عندها مشكله ما، فيشرح المشكله دي لازم للأم. حاجه تانية، في حاجه اسمها القيصريه كطلب للمريض، يعني المريضه جايه تقول لي يا دكتور انا عايزه اعمل قيصريه. يمكن الموضوع ده كبير مش سهل، يعني زي ما انتم متخيلين ان خلاص هي جايه تطلب قيصريه فالمفروض ان انا اعمل لها قيصريه. يمكن في اخر مؤتمر عملته الجمعيه المصريه لطب الجنين كان تقريبا يوم الاربعاء والخميس مش الفدة اللي قبله في دار الحكمه، كان موضوع محاضره كامله بيناقشوا فيها موضوع المريضه اللي بتيجي وتقول للدكتور يا دكتور انا عايزه اعمل قيصريه، هل يوافق اعمل لها قيصريه بالرغم من ان هي ممكن تكون حالتها كويسه جدا وتولد طبيعي، ولا لا يقنعها ان هي ممكن تولد طبيعي وان الامور ماشيه كويسه. طب لو ما اقتنعتش، لو حاول يقنعها، يعني الدكتور بقى بدا يقول لها لا يا مدام انت دلوقتي ممكن تولدي طبيعي والحب بتاعك كويس كل حاجه كويسه، وما اقتنعتش وقالت برضو انا مصممه على ان انا اولد قيصريه، الدكتور يعمل ايه؟ يعني معظم الـ 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 الابحاث ومعظم الناس والاطباء اتفقوا على ان التصميم ده خلاص يبقى يساوي ان خلاص ما تحملش نفسك ريسك ومخاطره انك انت تقول لا طبيعي ويحصل اي مشكله للبيبي او للام وتبقى انت اللي في صوره في النهايه ان هي تولد قيصري. الا يمكن الرويال كوليدج في بريطانيا اللي تمسكت باني مفيش حاجه اسمها ريكويست اوف ذا بيشنت، مفيش حاجه اسمها طلب الام بان هي تولد قيصريه طالما لا يوجد داعي لعمل القيصريه، وان احنا المفروض نشوف ونفهم الناس وعندنا القدره اكتر ان احنا نعرف ايه الصح للمريضه هي ما تقدرش تعرفها، وده ما هوش طلب تفصيل فستان ولا طلب تصميم شقه ولا ديكور مش عارف ايه، لا ده طلب حاجه خاصه بالطب وبجسد المراه، المفروض ان الطبيب هو اللي يقدر يقول لها الصح فين. معانا اتصال. مدام نهى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور صراحه انا اشد من اشد المعجبين بالبرنامج وبالناس اللي بترد على التليفون وبحضرتك صراحه،
على المستوى الشخصي وعلى المستوى يعني بصراحة الله حتى لما يخليكي، الله يكرمك يا مدام نور. حتى سعر المكالمة وحتى الموبايل عادي وبترد وما بتسيبوناش بصراحة، والناس اللي بترد علينا منتهى الذوق ومنتهى الأخلاق بصراحة. الله الله يبارك لك ويبارك الله للناس اللي يخليك، هي الله بترد علينا يكرمك. ويسأل الشهادة. دلوقتي يا دكتور أنا بقالي سنتين متجوزة تمام وعملت تحاليل وكل حاجة يعني، وطلع عندي تحاليل جدا ظبطتها وتمام، حصل عندي إصابات مرتين، فأخدت منشطات وحملت حصل فيها كورتيزون اجابات خمسة مرتين يا نهى في الشهر كام وكام؟ الأول وفي أول شهر وواحد في شهر وفي شهرين تاني مرة وعملت كده. عملت عمليات تنظيف في تاني مرة؟ لا خالص، لا في أول مرة ولا في تاني مرة؟ تمام. أو ولا أول ولا تاني مرة يا دكتور عملت تنظيف أو آخر وعملت إجهاض من وآخر إجهاض بقاله قد إيه؟ بقاله 8 شهور كده يا دكتور. تمام. فأنا عملت وسط الدكتور تاني يعني اعطاني منشط وكده، وبعدين قال لي ايه، قلت له لا انا مش عايزه منشطات، طلب مني اشعه بالسبق عقلي، طلعت عندي انبوبه كويسه والثانيه مسدوده تمام يا دكتور. تمام. فقال لي قال لي انا عايز، قال لي اديك منشط بسيط ونجرب الشهر الجاي، قلت له لا انا مش عايزه منشط. عملتي عمل تحاليل يا نهى؟ عملتي تحاليل عشان تعرفي عملت اسباب كل الاجهاضات؟ التحاليل، عملت يا دكتور وما اعرفش يعني عملت التحاليل، بس حضرتك ممكن تقول لي اعمل ايه؟ بس في حاجه عايزه اعرفها منك يا دكتور. هو ايوه. دلوقتي قال لي إيه، انا بقالي شهرين عامله الاشعه السابقه، امبارح شافي ايام التجويد وكده، انا اكتر حاجه بتطلع لي من غير التنشيط البويضه 12 تمام يا دكتور، فهو قال لي نعمله منظار بطني ورحمي، فايه راي حضرتك؟ قال لك نعمل ايه؟ منظار بطني ورحمي الشهر ده عشان انا عندي انبوبه عشان ايه؟ مسدوده، عشان ايه؟ عشان يشوف يعني المشكله عندي في ايه وايه سبب الاجهاض. انت وانا متجوزه بقالك قد ايه يا نهى؟ بقالي سنتين بس انا عندي 30 سنه يا دكتور. طيب حاضر، انا اسمعيني من التلفزيون هرد عليك حالا يا نهى. حاضر. إيه مدام نهى إيه متجوزه بقالها سنتين، حصل لها اجهاضين، اجهاض في الشهر الاولاني واجهاض في الشهر الثاني. احنا قلنا ان موضوع الاجهاضات اللي بتحصل في الشهور الاولى من الحمل معظمها بيبقى سبب مشاكل في التركيب الجيني او الكروموزومي للجنين اللي طالع، ويمكن الحاجات دي ما بنقدرش نكتشفها حتى بالفحوصات. في اسباب اخرى ليها علاقه بالتجلط، ليها علاقه بالهرمونات، ليها علاقه بالبويضه، البويضه بتاعت السيده اللي بيأثر فيها مجموعه من الهرمونات. لو البويضه دي النضوج بتاعها ضعيف ممكن يؤدي الى تاخر انجاب، وممكن يؤدي الى انجاب ببويضه ضعيفه وبعدين جنين ضعيف فيحصل اجهاض ليها. فالمفروض يا مدام نهى المنظار خطوه، لا لسه مش دلوقتي، انت المفروض تعملي التحاليل الهرمونيه اللي بتتعمل في اول ايام الدوره، الاف اس اتش والال اتش والتي اس اتش والاي 2 والبرولاكتين هرمون اللبن، ونشوف اذا كان فيهم مشاكل ولا لا. نعمل تحاليل المناعه والتجلط عشان نشوف هل في نسبه تجلط عاليه ولا لا، ونبدا نشوف ايه المشكله ونبدا نعالجها. احنا ما بناخدش تنشيط عشوائي، انا ما بنشطش عشان يحصل حمل وانا مش عارف ايه المشكله. هل المشكله عندك تنشيط البويضات ضعيفه؟ هل البويضات دي محتاجه ان انا انشطها ولا مش محتاجه؟ احيانا التنشيط بيدي نتيجه عكسيه، او يكون في اكياس على المبيض، او يبقى في مشاكل هرمونيه مش هتجيب نتيجه كويسه في التنشيط. دي نقطه. نقطه ان في ناحيه مسدوده وناحيه سالكه في الانابيب، طالما في ناحيه سالكه مفيش مشكله ممكن يحصل منها حمل. ناجل موضوع المنظار لغايه ما تعملي التحاليل الاول يا مدام نهى، التحاليل اللي كلمتك عليها دلوقتي. مدام ايمان. ايوه السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور انا متجوزه بقالي دلوقتي 17 سنين، واول حمل حصل بعد ما اتجوزت بثلاث شهور. معاكي وبعد بيبي كده يعني يا ايمان؟ معاكي ولد؟ لا ما معيش. ها حصل اجهاض؟ ما معيش، لا ما معيش عيال ولا حاجه دلوقتي. طب حصل ايه في الحمل الاولاني؟ يعني بعد ما اتجوزت بثلاث شهور حصل فيه ايه؟ بعد ما حملتي حصل ايه؟ جالي تسمم حمل والحمل نزل. ولدتي في قد ايه؟ كان في الشهر كام؟ يعني في التاسع كده. والبيبي توفى على طول بعد الولاد؟ ايوه. تمام. عندك كام وبعد سنه كده يا امان؟ حملت عندي 26. يعني بعد كده حملت تاني مره بعدها بسنه برضو، وبعدين جاني برضو مش عارفه سكر حمل باينه، وبعد كده الطفل توفى وهو بيتولد، وكان اتخانق يعني وانا بولده. وانت كنت بتولدي طبيعي؟ كنت بتولدي طبيعي؟ ايوه اول مرتين طبيعي، وتالت مره ولدت برضه وقعد يعني اتولد وكان كويس، قعد بعدها 40 يوم وبعد كده مات لوحده. كان عنده حاجه؟ كان البيبي عنده حاجه اللي هو اخر حاجه ده؟ كان عنده التهاب رئوي. ايوه. طب انت اخر ولاده اللي هي تالت ولاده دي
من كام سنه فاتت دلوقتي بقى لها بالظبط 7 سنين، ومن بعدها ما حصلش حمل خالص. بعدها يعني قعدت يجي 2 3 سنين وانفصلت عن جوزي وكده، عشان قالوا ممكن يكون بسبب القرايب وكده. اتجوزت دلوقتي بقى لي 2 سنين ولحد دلوقتي ما حصلش حمل. حاضر حاضر. قولي قولي يا ايمان. بعد كده الدكتور كاتب لي على منظار وكده، فانا مش عارفه اعمل ولا لا، وعملت اشعه بالصبغه طلعت فيها عموه مشدوده أيوه. والعموه الثانيه سالكه. جوزك اللي معاكي تحليله كويس؟ ايوه هو تحليله كويس، هو مخلف معاه عيل عنده 7 سنين. ماشي كده. ربنا يديك يا ايمان. اسمعني في التلفزيون. حاضر هقول لك حال. طبعا يا ايمان الموضوع ملوش علاقه، اللي حصل لك ده ملوش علاقه بانك انت وجوزك قرايب. حصل لك تسمم حمل في اول ولاده وفقدتي الجنين، تاني ولاده كان في سكر حمل وانت مش عارفه في سكر حمل ولا ما فيش سكر حمل، وبرده ولدتي كنت بتولدي طبيعي وجنين توفى، وتالت ولاده البيبي حصل له التهاب رئوي. يعني انا شايف انك انت بس ايه ده طبعا قدر ونصيب ربنا يعوض عليكي. كان الموضوع عايز رعايه طبيه، سواء في من اول موضوع تسمم الحمل، موضوع السكر مع الحمل، موضوع البيبي يجي له التهاب رئوي بعد الولاده. يعني دي طبعا مشيئه ربنا، لكن يعني انا انصحك بموضوع الاهتمام الطبي لانك انت بتحملي المفروض. يعني حصل بعد اخر ولاده عدم انجاب وحصل انفصال واتجوزتي تاني، المفروض ان انا بعمل اشعه بالصبغه، عملتيها حضرتك وطلع في ناحيه فيها مشكله. احيانا الاشعه بالصبغه ما بتديناش المعلومات اللي احنا عايزينها بالظبط، يعني احنا مش موضوع ان احنا نشوف ان الانبوبه سالكه وخلاص او المسدوده ولا لا، احنا بنبقى عايزين نشوف الانابيب دي من الخارج، يعني هل هي فيها التصاقات شاده الانبوبه بعدها عن المبيض، ممكن تبقى سالكه لكن مشدوده، مشدوده بعيده عن المبيض، فلما البويضه تخرج الانبوبه مش هتعرف تلتقط البويضه. فالمنظار بالنسبه لك مهم يا مدام ايمان، انصحك بعمل منظار بطني ورحمي معاه في نفس الوقت، نعرف بسبب ايه المشكله اللي ممكن تبقى موجوده عندك، وربنا يكرمك لما يحصل حمل يبقى نهتم بمتابعه الحمل من اوله عند دكتور كويس جنبيكم ان شاء الله. مدام ماجده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ الحمد لله. انا دكتور معايا 3 بنات. تمام. بعد البنت الاخيره ما فيش اي حاجه. بقى لي 6 سنين. عندي كام سنه يا ماجده؟ عملت كل اللي ما تتخيله. عندي كام سنه؟ عملت اخر حاجه من بار. عندي كام سنه؟ عملت من بار. انت عندك كام سنه؟ سنك؟ انا عندي 36 سنه. تمام، واصغر عيالك كام سنه؟ وعملت اشعه بالصبغه وعملت. انت مش سامعاني كويس يا ماجده؟ انت مش سامعاني كويس؟ مش سامعاني كويس؟ سامعاني كويس؟ ايوه حضرتك. اصغر عيالك كام سنه؟ اصغر عيالي عندها 8 سنين. والدهم طبيعي ولا قيصري؟ اول ولاده طبيعي، بعد كده الاثنين قيصري. يعني والده مرتين قيصري. عملت اشعه بالصبغه؟ عملت اشعه بالصبغه ما خدتش اي حاجه. طيب عملت منظار؟ عملت منظار، الدكتور قال لي كان في انتداب بسيط ومفيش اي حاجه دلوقتي. تمام. دلوقتي الحمل متاخر عندي برضه، مفيش اي حاجه. تحليل جوزك كويس؟ زيت ولا ما فيهوش اي حاجه. طيب يعني لو كنا عملنا التحاليل، اسمعني من التلفزيون يا مدام ماجده، انا هقول لك. تمام. لو كنا عملنا التحاليل اللازمه كلها، زي ما قلنا التحاليل الهرمونيه والتحاليل التجلط والتحاليل اللي قد تسبب عدم انجاب او تؤدي الى تاخر الانجاب، وعملنا منظار وخدنا كل التفاصيل ديت ولم يحدث انجاب، المفروض ان احنا نتجه لوسيله من وسائل الاخصاب المساعد، تلقيح صناعي او حقن مجهري. ويعني انا افضل انك انت تتجه للحقن المجهري لو الامور اللي انت عملتيها ديت مفيش فيها حاجه او مفيش مشكله فيها وما اتعالجتش. لو فيها مشكله المفروض ان احنا بنعالج المشكله الاول قبل ما نتجه للحقن المجهري. حتى لو كنا هنتجه للحقن المجهري، المفروض ان المشكله اللي عندنا بنعالجها الاول، وبعد ما نعالجها نتجه للحقن المجهري لو هنتجه للحقن المجهري مباشره. زوجي الحيوانات المنويه له 4 مليون والحركه 10%، ويوجد تشوهات، دي الاسئله بتاعت الاس ام اس اللي احنا ما جاوبناهاش، ويوجد تشوهات 90%، فهل من الافضل الحقن المجهري ام تلقيح صناعي؟ يمكن الكلام لسه قايلينه دلوقتي، احنا بس عايزين نفهم الناس الفرق ما بين الحقن المجهري والتلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي ده احنا بنعمله حاجه
تشابه الطبيعه، يعني بناخد الحيوانات المنويه للزوج وبنعمل لها شويه، بندخل ليها شويه مواد معينه في المعمل الاخصاب في مركز الحيوان المجهري، وبعدين ننقلها للسيده. لا، الحيوان المجهري بناخد الحيوان المنوي وندخله جوه البويضه. نكمل بعد الاتصال. ايوه ايوه مدام حسين اتفضلي. ايوه يا دكتور، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور انا كنت ليا يعني فتره جامده ما كنتش بخلف، وبعدين ربنا عملت عمليه حرق قلب ما نجحتش، وبعدين ربنا اداني طفله من عدل يعني الحمد لله من غير حقن مجهري. حاليا فحاليا انا قالوا لي يعني تاخدي بالشام رضاعه لمده 6 شهور. ايوه. وبعدين تبصليه وايه ويحصل حق. وبعدين ايه؟ تبقى قلي في الشهر الرضاعه وبعدين ان شاء الله يحصل حمل يعني. اه طب عشان يحصل حمل تاني. انت والده بقى لك قد ايه يا ابو سينا؟ هي بنتي حاليا ماشيه 16 شهر. ولسه بتاخدي برشام منع الحمل؟ لا انا بطلت ليها 20 يوم وما نزلتش الطاقه دي. تمام، سؤالك ايه بقى يا ابو سينا؟ سؤالي يعني يا دكتور ايه الدوره ديت يعني انتظمت كده ولا ما انتظمتش؟ مش فاهمه يعني انا لخبطت الهرمون بتاع جسمي. انت بترضعي يا ابو سينا؟ ايوه بترضعي. طيب اسمعيني من التلفزيون يا ابو سينا هجاوبك حال. يا جماعه في ناس كتير قوي بييجوا انا عايز اخلف وانا لسه والده معايا بنوته غالبا معاها بنت نفسها بقى في ولد، او معاها بنتين وعايزين يحملوا بسرعه، او من الناس اللي بيحبوا الولاده بسرعه حتى لو مخلفه ولد جايه بعد 5 شهور 6 شهور 7 شهور انا عايز اخلف. طب انت بترضعي؟ انا برضع بس انا عايز اخلف عادي يعني. السيدة أثناء الرضاعة ما تفكرش في الإنجاب، لو هي عايزة إنجاب بتاخد فترة وسيلة منع حمل قال وما تاخدش خالص برغبتهم، والإنجاب جه والحمل جه من عند ربنا أوكي ما فيش مشكلة، ما جاش ما بحث عنه، لأن هرمون اللبن العالي دوت اللي أثناء الرضاعة المفروض إن هو بيأخر الحمل وممكن يلخبط الدورة وممكن يخلي الدورة ما تجيش وممكن يخليها تيجي ومتلخبطة. فانا ما اقدرش اقول ان السيده اللي بترضع اقول لها انا هعمل لك كذا 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 عشان يحصل حمل، وفي نفس الوقت ما اقدرش اقول لها وقف الرضاعه بتاعه البيبي اديله فتره رضاعه اقل من اللي ربنا قال لنا عليها عشان خاطر حضرتك تحملي، او نديها اقراص او اي شيء يمنع الرضاعه ونقول ان هي عشان خاطر تحمل. الست اللي بترضع ما تسالناش عن اي شيء يساعد ان يحصل حمل، سبتي الوسيله ما فيش مشكله حصل حمل من عند ربنا اوكي ما حصلش ننتظر لغايه انتهاء فتره الرضاعه. معانا مدام ورده. ايوه يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. يا دكتور انا معايا طفل جايباه عنده 3 سنين دلوقتي. ايوه. وابني جبت واحد بعد سنة ونص كده جه داون. أنا مش سامعك كويس يا وردة. ابنك ماله؟ ابني التاني اللي جبته خلفت عيل تاني عنده. أيوه. بيقول لي 95%. هو إيه اللي 95%؟ جايباه داون ونسبة عنده داون. بيقولوا لي أيوه هو داون طفل داون. اللي هو الطفل الثاني في نسبه الوراثه 95. الطفل الاولاني عندك كويس ما فيهوش حاجه يا ورده، ركزي معايا. لا عنده واد كويس الاولاني. الاولاني كويس. ايوه الاولاني كويس. والثاني دوت داون. الثاني دوت عنده داون. ايوه هو داون وقالوا لي نسبه 95%. اللي انت يعني عنده كام سنه ابنك ده اللي هو داون؟ اللي هو داون كمل سنه دلوقتي. طيب ايه بقى سؤالك يا ورد؟ سؤال هل انا هم بيقولوا لي نسبه الجينات الوراثيه 95%. تمام. بيقولوا لي انت ما ينفعش تجيب عيال تاني. ايوه. وانا سني 31 سنه. تمام. هل انا ينفع اجيب تاني ولا لا؟ طيب هم قالوا لك نسبه انك انت تجيبي داون تاني 95%؟ ولا كان قايلين لك وانت حامل وبتاع؟ هم قالوا لي ما تجيبيش تاني. اه. لا ده قالوا لي بعد ما جبت الطفل ده وجروا التحليل اللي انا عملته قالوا لي انت ماشي. اسمعيني يا ورده من التلفزيون هرد عليك حالا عشان برضو الناس يستفيدوا بالموضوع ده.
موضوع السيده اللي بتنجب طفل داون او بيبقى عنده اللي بنسميه البله المغول، الطفل بيبقى ساعات بيبقى عنده تخلف عقلي وعنده مشاكل في القلب ومشاكل في النمو. احنا بنقول اثناء الفحص الجنين نفسه ممكن نشك في موضوع الداون ده عن طريق السونار، وبعدين نبدا الشك يزيد بالتحاليل، وبعدين نبدا نتاكد بسحب عينه من الميه اللي حوالين الجنين. في النهايه موضوع الداون دوت لازم يبقى متجه الناحيه الوراثيه، بيبدا في معاهد الوراثه يقول لهم نسبه ان ينزل البيبي ده عنده داون كذا. لكن هل لما اقول ان النسبه 50% 60% 70%، هل انا كده قطعت بان البيبي مش هيجي سليم؟ لا، في نسبه منه انه هيجي سليم زي اي بيبي عادي. ما هو اي بيبي ممكن يجي فيه عيوب خلقيه والبيبي الثاني والسيده الثانيه ما جالهاش عيوب خلقيه، فالموضوع شويه عايز الناحيه الدينيه بقى والفقهاء بتوعنا في حكايه النسبه في ان يحدث تشوهات حتى لو وصلت النسبه 90% ولا 95%. ما احنا عندنا 5% ممكن الجنين دوت ينزل ما فيهوش اي مشاكل. هل اقوم لو انا عايز انجاب يعني اقوم بموضوع الحمل واكمل ولا لا عشان النسبه دي اقف؟ فالموضوع شويه يعني ايه عايز كلام من اكتر من جهه. يمكن الحلقه خلصت بسرعه، ان شاء الله لو في العمر بقيه اقابلكم في حلقه قادمه. الى ان القاكم اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.